كتير عليكم مشاهدينا متواصلين معاكم في اللمة الحلوة. فكرت مع بعض في حوارنا السابق كنا بنتكلم مع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي عن هل من حق المواطن المصري انه يعيش في بيئة نظيفة بلا ضوضاء ولا تلوث. في الحقيقة ان الوزير اكد ان الموضوع اصبح مطلب ملح للمواطن وعلى الحكومة تنفيذه، وبالفعل بتنفذه. اليوم احنا اكثر تفاؤل، النهاردة احنا هنتكلم ان الشعب المصري هيكون من اسعد 30 شعب على مستوى العالم، اقتصادنا هيكون من اقوى 30 اقتصاد على مستوى العالم. مش حلو ده، خلال 13 سنة بس الموضوع ممكن يكون حقيقة. ده اللي هنعرفه من الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمسؤولة عن خطة مصر 2030. اهلا بحضرتك معانا على شاشة البحر. اهلا بحضرتك. بما ان المسؤولة عن السعادة في الأسرة المصرية هي المرأة، كمان منسقة خطة مصر 2030 هي مرأة، يعني هنكون ازاي من أسعد شعوب العالم؟ احكي لنا تفاصيل. ودور المرأة في الخطة اللي هي المسؤولة عن روح السعادة في البيت، في الشارع، في العمل، هيكون دورها ايه؟ الحقيقة مسألة تحقيق السعادة أو أنه مصر تكون من أسعد شعوب العالم، إن شاء الله ده يتحقق فعلا. وإحنا بنتكلم على 2030، يعني حوالي 13 سنة بس، ده مش معناه إن إحنا ننتظر السعادة 13 سنة. السعادة بيبقى بتختلف من شخص لشخص، لكن إحنا مفهومنا للسعادة هو مرتبط الحقيقة بجودة حياة المصريين. جودة الحياة معناها إن أنا أبقى حاسس إنه عندي خدمات لائقة، خدمات تتناسب مع حلم المصريين وحقهم في حياة أفضل ليهم ولأولادهم ولأحفادهم. فده طبعا هيحقق السعادة، بالإضافة إلى أن طبعا كمان مشاركة المواطن في أن هو يحقق الأهداف الخاصة بالاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 اللي هي بتسعى فعلا لتحقيق الأهداف اللي حضرتك ذكرتيها، ومنها أننا نكون من أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم ومن أسعد الشعوب. ده يعني في حد ذاته يحقق للمواطن سعادة، أنه هو يحس أنه بيشارك، مش بس مجرد أنه منتظر أنه يعني حد غيره يعني يحققه. نوعية المشاركة هتكون ازاي بالنسبة للمواطن البسيط اللي هو مسؤولية الحكومة الأساسية؟ طبعا الاستراتيجية ما هياش يعني على الرغم من مسؤولية الدولة زي ما حضرتك بتقولي والحكومة وكل حاجة، خاصة عن المواطن البسيط أو اللي مش قادر يشارك، طبعا دي مسؤولية لا ننكرها، لكن في نفس الوقت الأهداف اللي احنا حاطينها، الأهداف الطموحة للاستراتيجية، ما هياش خاصة بس بالحكومة إن هي اللي تحققها الحقيقة، لأن زي ما قلنا احنا الاستراتيجية قائمة فعلا على المشاركة، مشاركة كل الأطراف، لأنه لو ما شاركتش مش هقدر أحس بأهمية العمل اللي مطلوب، مش هقدر أساهم بشكل فعال، ودايما هبقى يعني منتظر حاجة، لكن غير لما أكون بساهم في حاجة وبقت أصبح من حقي كمان أن أنا أتلقى مقابل هذه المشاركة. بس توسيع قاعدة المشاركة والمشاركين في الخطة ممكن يكون يعني مسؤوليات تتشتت، النتائج تتشتت، عايزين مسؤول محدد زي ما حضرتك كده منسقة خطة مصر 2030. هنحاسب مين اللي هيقدم لنا ضمانات ان احنا فعلا هنكون من اقوى اقتصاد ومن اسعد 30 شعب؟ لا طبعا، هي الحقيقة اللي بيميز الاستراتيجية انها محددة اهداف محددة، ومحددة الاهداف دي كمان يعني مستهدفات كمية وامتى تتحقق، بتايم لاين زي ما بنقول او بخطة زمنية، وزي ما حضرتك بتقولي 13 سنة. لكن لا، عندنا الحقيقة يعني هنقف ونحاسب في 2020 قبل ما نوصل 2030، هنقف ونحاسب حققنا ايه من الاهداف دي، بالاضافة طبعا لاننا حولنا الاهداف الموجودة في الاستراتيجية الى اهداف قصيرة المدى لحد 2018 في برنامج عمل الحكومة 2016-2018، وحاليا كمان بنحضر يعني خطة تانية للثلاث سنين توصلنا لحد 2020، عشان لازم فعلا مسألة المساءلة والمحاسبة والشفافية ده موضوع مهم جدا، وارتبط الحقيقة
بان الانسان يحس بالثقه، والثقه ايضا توصله للسعاده. فبالتالي لما كمان احنا بنحاول انها توصل اكتر للمواطنين، بحيث ان هم يحسوا ان دي حقهم، حقهم انه فعلا يبقوا من افضل 30 دوله على حجم الاقتصاد، حجم مكافحه الفساد، التنميه البشريه زي ما قلنا، تنافسيه الاسواق، وجوده الحياه اللي هي توصلنا للسعاده. المراه بقى. بالنسبه للمراه زي ما قلنا انه طبعا كان في مشاركه واسعه من المراه في عدد كبير من المحاور، كانت بتقودهم يعني تقود مجموعه العمل المراه او بتشارك بشكل او باخر. بالاضافه لكده كمان ان كان معانا المجلس القومي للمراه، كان معانا عدد من المنظمات الخاصة بالمرأة على مستوى الأمم المتحدة كانت مشاركة معانا أيضا، وبالتالي حطينا أهداف خاصة بالمرأة جوه الاستراتيجية، يعني نقدر نقول إنها يعني الاستراتيجية تراعي فعلا النوع الاجتماعي زي ما بنقول. فعشان كده زي ما بقول حضرتك الفكرة هي العدالة، إن أنا نحقق العدالة في كل أشكالها، بحيث تتيح المرأة فرصة إنها تشارك في كل النواحي ونأهلها لهذه المشاركة. طيب اقتصاد زي ما كنا بنقول يعتمد على الابتكار، المعرفة، التنمية المستدامة، شفافية، أمور كتيرة يعني شايفة أنها صعبة أنها تتحقق في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها، ولا الموضوع سهل وبسيط؟ خاصة وعايز حضرتك تربطي لي ده بمعدلات التنمية اللي بتقل. طيب هو ما اقدرش اقول انه ولا هو صعب ولا هو بسيط، هي الفكرة ان احنا ده أهداف حطيناها وإحنا عارفين إن ممكن تحقيقها. هي الفكرة إن دي أهداف مش من الصعب تحقيقها ولا حاجة، بس بشروط زي ما حضرتك قلتي. إحنا قلنا دلوقتي حضرتك قلتي أشرتي إلى إننا بنتكلم على اقتصاد معرفة، اقتصاد قائم على الابتكار، البحث العلمي. البحث العلمي يكون مربوط باحتياجات الفعلية للمجتمع، مش مجرد إنه طبعا الأهداف البحث العلمي النشر فقط يعني، لما كمان تكون مرتبطة بالمشاكل اللي فعلا بيعاني منها الاستغلال الامثل للانسان والموارد. فانا قلت اكيد انتوا عندكم يعني ابار غاز ما حدش عارف عنها حاجه، مناجم ذهب اللي هيتم اكتشافها والاعلان عنها، يعني بنيتوا هذه الرؤيه بناء على ايه؟ ايه المقومات اللي خلت حضرتك النهارده وانت مبسوطه وكلك تفاؤل وواثقه من اللي انت بتقوليه، بتواجهي المواطن البسيط اللي عنده ارتفاع في كل أسعار السلع الأساسية، اللي عنده مشاكل اقتصادية بيعاني منها، إنك بتقولي له أنت اطمن إحنا عندنا الموارد أو عندنا الضمانات اللي هنقدمها لك كمواطن عشان تقدر تتحمل مع الدولة الفترة اللي جاية. الضمانات اللي هتقدميها المواطن، احنا هنقول له انه في فعلا في موارد وفي فرص كبيره جدا في قطاعات كتير جدا جدا من او الانشطه الاقتصاديه الكتيره الواعده زي ما بنقول، لكن بشرط حاجتين علشان ما نبقاش فعلا بنتكلم بقى بشفافيه وصراحه وفعلا نقدم ضمانات. ما نقدرش نحقق المستهدفات اللي احنا بنتكلم عنها الا اذا كنا هنشتغل بطريقه مختلفه، والطريقه المختلفه دي هي اللي فعلا ابتدينا بيها. كل الإصلاحات الاقتصادية اللي بتتم في الوقت الحالي واللي هي فعلا يعني صعبة وتأثيرها كبير على المواطن، دي بداية زي ما بنقول بداية طريق الإصلاح فعلا، ودي طريقة على القطاع الخاص اللي حضرتك أشرتي إنه هيكون ركيزة أساسية لوصلنا لهذه المرحلة. مظبوط، يعني عدد كبير من الإصلاحات اللي تمت موجودة فعلا في الاستراتيجية وكانت مستهدفة، لأن احنا بنتكلم على مشاكل متراكمة بقالها سنين طويلة الحكومة الحقيقة واجهتها بشكل يعني في شكل خطة، والخطة دي معروف مداها، مداها الزمني معروف ايه الإجراءات اللي هتتم. مهم جدا كمان التنسيق ما بين السياسات المختلفة، ومهم كمان التتابع الزمني للإجراءات اللي هتتم. 13 سنة ده مدى زمني يعني معقول، مش قليل، هم 14 لأن السنة اللي فاتت احنا ابتدينا نشتغل وفي حاجات كتير من خليتهم 13 عشان سابقنا في 2017، لكن الحقيقة احنا ابتدينا من أول ما وضعت الاستراتيجية وأعلنت ابتدى العمل فعلا، وفي أمور كتير تحققت وهيتم الإعلان عنها قريبا إن شاء الله في مع الحكومة الجديدة، بغض النظر عن مع مين، لكن هيتم طبعا يعني في اطار اعدادنا للخطه الجديده هيكون في تقرير بما تم انجازه بالفعل. ايوه بس المؤشرات اللي حضرتك ممكن تعلنيها للمواطن، ممكن نقول له اطمن احنا بناء على ان احنا موجودين على ارض الواقع عندنا 1 2 3 4
المستقبل بيقول هيحصل 1 2 3 4. تمام. اولا احنا لما بنتكلم على حاجه زي معدل النمو اللي الناس اتعودت تسمع علشان ما نقولش يعني حاجات كتير صعبه للفهم. معدل النمو احنا كنا قبل الازمه العالميه في 2008 كنا بنحقق معدلات نمو وصلت الى 7 واكثر من 7% كمان. بعد كده حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية ونزل معدل النمو تقريبا لحوالي 5%. طبعا وقت السنوات اللي هي سبقت 2013 كانت كلها طبعا مفهوم الأسباب كلها أدت قبل 25 يناير 2000 قبل الثورة كان الحكومة بتعلن وقتها أن معدل التنمية اقترب من 8%. معدل النمو كان فعلا في حدود يعني أكتر من 7.1 أو 7.2%. فكون اننا بنتكلم على متوسط لهذا ال 7% خلال ال 13 سنه القادمه فاحنا ما بنقولش حاجه صعبه، حاجه كانت بتتحقق قبل كده وما أيوة زال بس حاليا احنا معدل النمو كده. معدل النمو اللي اتحقق في سنه 2015-16 4.3%. مستهدفين ما نقلش عن 4% ايضا في ظل هذه الظروف اللي موجوده، بس ده مش معناه يعني انه مستهدفين ان احنا ممكن نقل. يعني انا قلت مش اقل من 4، ان شاء الله نعمل اكتر من 4، لكن ان شاء الله كمان مش بس كده. خلينا احنا بنتكلم على 16-17، لكن بنتكلم على السنين اللي تالي ذلك بعد ما يكون ادينا فرصه ان كل الاصلاحات المطلوبه تتم بالفعل، وايضا نستغل زي ما قلت ان انا لسه يعني في اجراءات اخرى هيتم يعني اتكلم عنها خاصه بازاي نقدر نحقق الاهداف دي. فبالإضافة إلى أن مش صعب أبدا ومش مش صعب خالص أن احنا نحقق المستهدف اللي هو في المتوسط خلال ال 13 سنة أن احنا نعمل معدل نمو 7%. تعويم الجنيه كان من ضمن قرارات الإصلاح؟ احنا كنا بنتكلم على أنه لازم يكون في إصلاحات مالية ونقدية تواكب تحقيق وهيكلية أيضا علشان نقدر نحقق بها المستهدفات دي. لكن خليني كمان اقول لحضرتك انه احنا محتاجين امور اخرى. اولا في زي ما قلت ان في عدد كبير من القطاعات الواعده اللي احنا بنتكلم عنها. عند حضرتك مثلا احنا بنامل اننا نزود من طبعا مساهمه النشاط الصناعي ككل في الناتج وفي النمو، اننا نعتمد على القطاع الصناعي مساهمته قليله، عايزين نساهم في انها تزيد بشكل كبير من خلال مشروعات كتير جدا، من خلال ترفيق لمناطق صناعيه، من خلال طرح لمناطق صناعيه جديده، اهتمام زي ما قلنا بالمشروعات الصغيره والمتوسطه، فكل ده هيدعم القطاع الصناعي. ما تنسيش حضرتك قانون الاستثمار الجديد، في خطه لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه، كل مشروعات البنيه الاساسيه، المشروعات اللي بنسميها القوى القوميه. بس كل ده على ارض الواقع حاليا المواطن مش عايزه اقول يعني بيشوف عكسه. في اجراءات كتير بتتم، يعني ما ناخدش بس فقط اللي هو مرتبط بارتفاع الاسعار، ولو ان ده موضوع مهم وبيمس المواطن وما نقدرش نغفله ونقول ايه نسيب دوت ونتكلم على الحاجات اللي هي اللي فيها جانب مشرق فقط، لا يعني ده وده. احنا بنقول انه الاجراءات اللي تمت كانت اجراءات محتاجين لها علشان تصحيح امور كتير. زي حضرتك طبعا انا ما اقدرش اتكلم الا بارقام، فاحنا هنفترض حتى ان في يعني ما اعتقدش ابدا ان القطاع الخاص كان سعيد ابدا في الفتره اللي كان فيها اكتر من سعر صحيح. فلازم يكون في سعر صرف موحد زي ما قلنا انه حصل ارتفاع، لكن ده الارتفاع ده مش هيستمر ومش هي دي القيمه الحقيقيه له، فهيحصل في الفتره اللي جايه. طول ما الحاجه الهامه بقى اللي لازم نعملها فعلا هي اننا نزود من لازم نزود من انتاجيتنا، القطاعات المختلفه لازم تزود من انتاجيتها، سواء انتاجيه العمل من خلال طبعا برضو الاستراتيجيه فيها جزء كبير جدا بنتكلم على تنميه القدرات، ازاي ان احنا ننمي قدرات الشباب وان احنا نطور في سوق العمل بحيث ان هو يعني يحصل فيه زياده في المعروض من العمل، لكن ايضا كمان يكون لما يبقى في زياده في الطلب على العمل يكون في هذا العمل المؤهل اللي هو يقدر يستجيب لهذا الطلب. بالاضافه زي ما قلت انه المشروعات الكبيره اللي بتستغرق وقت اللي هي خاصه بالبنيه الاساسيه بتستغرق بعض الوقت، وبعد كده بنلاقي انه بتساهم بدرجه كبيره في النمو، وبعدين لانه بيبقى فيه زي فتره لاج ما بين اللي يحصل النمو وبعدين يحصل التشغيل.
اول ما يحصل النمو يحصل التشغيل، تبتدي الامور زي ما قلنا انها تستقر اكتر. مش معناها برضو تاني ان احنا على 13 سنة، انما زي ما قلت انه تدريجيا هيحصل المواطن يشعر بدرجة كبيرة بتحسن في الخدمات. حضرتك اشرتي للصحة، طبعا في برضو يعني الاستراتيجية تأولت اهتمام كبير جدا بالخدمات، سواء الصحة او التعليم او الخدمات اللي بتمس حياة المواطنين، من خلال حياة ثلاث محاور رئيسية. المحور الاول هو اتاحة الخدمة اصلا، ان الخدمة تكون متاحة للمواطن. حاجة تانية انها تكون بجودة تتناسب مع طموحاته ومع حقه في انه يحصل على الخدمة، مش بس انها تكون متوفرة انما كمان تكون متوفرة بجودة عالية. الحاجة التانية هي الحوكمة او ازاي ادارة القطاعات المختلفة بحيث ان احنا فعلا نحقق كفاءة في هذه الخدمات. ف يعني على صحيح بنهتم بجانب الاقتصاد وبجانب زيادة النمو، وده يمكن بيصاحبه بعض الإجراءات الصعبة شوية علشان نقدر أننا نعالج المشاكل الهيكلية الكبيرة اللي بنعاني منها، لكن في نفس الوقت أيضا بنهتم جدا بالخدمات اللي هي بتمس حياة المواطنين، وأيضا أنه بمسألة العدالة الاجتماعية. وأعتقد أن المواطنين كلهم يعني عندهم شعور باهتمام الدولة بالملف العدالة الاجتماعية من خلال كل البرامج اللي هي مشروعات وزارة التضامن والتكافل بالضبط كده، البرامج اللي بتقوم بيها وزارة التضامن، مش بس تكافل وكرامة لكن المعاشات، أيضا كل الاهتمام بذوي الإعاقة، المشروعات الخاصة بالعشوائيات وتطويرها. أعتقد دي برضو من الأمور اللي يعني تعطي ولو طمأنينة وأمل شوية للمواطنين، إنه مش هيبقى دايما مجرد بس إجراءات على الناحية الاقتصادية دون اهتمام بالنواحي الاجتماعية الأخرى. هو سؤال كان المفروض أبتدي بيه، بس من كلام حضرتك افتكرت إن يعني ما قلتوش، هو مين عمل خطة مصر 2030؟ يعني النهاردة مين المجموعة اللي اشتغلت وشاركت والقطاعات اللي قالت إن بناء على هذه المدة إحنا هنوصل لكل هذه الإيجابيات؟ الوزارة، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وفقا لقانونها، هو قانون التخطيط 70 لسنة 73، هي منوط بها أنها وضع الخطط طويلة المدى والاستراتيجيات طويلة المدى والخطط متوسطة وقصيرة المدى، فالوزارة ده دورها. لكن الحقيقة وطبعا كانت بتقوم بالدور ده باستمرار، لكن الحقيقة المرة دي لما جينا نصيغ استراتيجية التنمية المستدامة حبينا أنها تكون زي ما قلنا بشكل تشاركي، فبالتالي اعتمدنا في البداية على مجموعة كبيرة من المجتمع، ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، اللي هم قادوا في البداية فكرة يحطوا الرؤية ويحطوا الحلم والأهداف اللي احنا اتكلمنا عنها اللي خاصة بمصر في 2030 هيكون شكلها ايه. تبنينا مفهوم التنمية المستدامة لأن ده المفهوم اللي بتتبناه دلوقتي كافة الدول في إطار إعلان الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، اللي بتأخذ في الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا. فبالتالي كان مهم قوي إن احنا نتبنى هذا، عشان كده زي ما بقول حضرتك الأهداف اللي هي خاصة بالنمو أو بالتنمية الاقتصادية لا تغفل على الإطلاق الجوانب البيئية والجوانب الاجتماعية أيضا. فبعد بقى لما حطينا هذه الرؤية ابتدى العمل في مجموعات عمل كبيرة جدا كانت بتضم ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأيضا الحكوميين زي ما قلنا، أصحاب الإعاقة، الشباب، المرأة، فئات كتير جدا من المجتمع شاركت، في المتخصصين الأكاديميين، في وضع الأهداف والمستهدفات وأيضا مؤشرات قياس الأداء، هنقيس تقدمنا في تحقيق أهداف الاستراتيجية إزاي. ثم بقى الآليات اللي حضرتك أشرتي إليها في البداية، والآليات دي اللي هي آليات مختلفة عن طبيعة العمل، إذا ما كناش هنعمل بطريقة مختلفة مش هنقدر نحقق هذه الأهداف. طيب أهم هدف من وجهة نظري يعني هو مشكلة الفقر، اللي الخطة قالت إن خلال 2030 هيتم القضاء أو هيوصل معدل الفقر في مصر لصفر. إحنا ملتزمين بهذه الأهداف، انما وفعلا حصلت الفتره اللي فاتت انه كان في الهدف اللي بنسميها الاهداف المائيه للالفيه كانت بتتكلم عن القضاء على الفقر على مستوى العالم، وللاسف ده برضو من الاهداف اللي لم تتحقق على مستوى بالنسبه للاهداف الالفيه الثمانيه، انما الهدف ده برضو موجود في الاهداف الامميه للتنميه المستدامه اللي هي القضاء على الفقر.
انما ارجع تاني لسؤال حضرتك، هي مش مساله الحكومه هي اللي بتضع، يعني احنا بنتكلم على هنا خط فقر قومي او خط فقر بيتحدد وفقا ل زي ما حضرتك بتقولي، هي مش مساله ياكل ويشرب، انما هي في حزمه معينه من السلع اللي هي المفروض انها تسمح له ان هو يقوم بنشاط، مش مساله انه ياكل ويشرب وخلاص، انما يقوم يقدر ان هو يقوم بنشاط ويحافظ على يعني حياته. هل صعب ان احنا نحسبها ارقام؟ يعني نقول ان المواطن دلوقتي المفترض هي ارقام، هي بتتحسب بارقام، هي بتتحسب بارقام محسوبه في الخطة، بتبقى محسوبه وبتبقى بس الخط الفقر ده يعني المفروض ان هو يحصل له تغيير الفتره الحاليه، فعلشان كده ما اقدرش اقول لحضرتك رقم محدد دلوقتي، لكن هو محسوب سلعة حزمة من السلع بتتحسب وبتحسب سعرها، والسعر دوت بيتحسب على متوسط برضو لأفراد الأسرة، فاحنا بنتكلم على قد إيه بيبقى دخل الأسرة علشان تقدر إنها تقضي على هذا الفقر المدقع. نيجي بقى نتكلم على الفقر أو مش بس مسألة إن هو ياكل أو ويشرب وبس ويحافظ على حياته، إنما كمان مسألة إن هو يقدر السكن الملائم الملبس وخلافه، بالإضافة إلى أننا بنتكلم على نوع آخر من أنواع الفقر هو فقر القدرات، علشان كده زي ما قلت أن الاستراتيجية بتتكلم على أننا نوفر الفرص العادلة لكل المواطنين لتنمية قدراتهم، وبحيث أنهم يقدروا يشاركوا في التنمية ويجنوا ثمارها. مين هيتحاسب بعد 13 سنة على هذه الدراسة والخطة؟ حضرتك متفائلة وإلى أي مدى؟ هي طبعا مش دراسة، هي استراتيجية فيها خطة وفيها آليات، في الحكومة بتيجي بتتبنى هذه الأهداف، القطاع الخاص لازم يشارك، المجتمع المدني، المواطن، كلنا مسؤولين، كلنا لازم نتحاسب عن عدم تحقيق الأهداف دي. لكن زي ما قلنا طبعا بيقع عبء كبير جدا على الحكومة انها على الاقل بتوفي بالالتزامات الخاصه بيها، لكن زي ما قلنا احنا محتاجين، يعني مثلا احنا بنتكلم على اهداف خاصه بالبيئه، فاحنا بنحط السياسات وبنحط البرامج اللي تحقق لنا عدم التدهور البيئي وبنقيس دوت بشكل مستمر، لكن ده معناه مش بس الحكومه اللي هي بتساهم في تلوث البيئه، انما كلنا لازم نوقف اي عمل بيؤدي الى تلوث البيئه، لانه ده بيأثر علينا وبيأثر على التنميه المستدامه. أنا متفائلة الحقيقة، متفائلة جدا على الرغم من كل الظروف اللي فيها، بس بشرط أننا نعمل فعلا بشكل جاد وبنعمل بشكل مختلف، ونبقى عارفين أن دي الأهداف اللي لابد أننا نبذل قصارى جهدنا علشان نقدر نحققها. دكتورة نهال بشكرك على وجودك معنا، إن شاء الله نستكمل حوارنا معاكي في فقرات أخرى، نتكلم على قطاعات مختلفة وإزاي ممكن نوصل فيها لإيجابية كلنا بنتمناها. بشكرك على وجودك معنا، بالتأكيد إحنا نستطيع أن نكون الأفضل مش بس على مستوى 30 دولة، إحنا كمان ممكن نكون أكتر بكده بكتير. بشكركم مشاهدينا الكرام.